أكد وزير الأوقاف اليمني الدكتور أحمد عطية أن المملكة العربية السعودية قائدة وزعيمة للخط العربي في مواجهة خط إيران المنحرف، مشددا على ضرورة تواجد جميع الشعوب الإسلامية خلف المملكة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأمة. وأضاف الوزير اليمني أن الحقد الإيراني الفارسي على المملكة والدول العربية ليس وليد اللحظة، بل يمتد منذ تاريخ بعيد. اليوم الصراع واضح جدا، المملكة قائدة وزعيمة، يجب على العرب وشعوب العرب وحكام العرب بل والمسلمين الوقوف معهم في مواجهة صف آخر، هذا الصف الإيراني، النظام الإيراني، ومعه بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية للأسف الشديد التي انجرت مع إيران مماحكة للمملكة وحقدا على المملكة، تفرط في عروبتها، تفرط في إسلامها، تفرط في توجهها القومي، ويتعلم أن إيران تنظر للعرب نظرة من قديم الزمن بحقد.